حياكم الله. استاذ اسماعيل، انا رئيس الهيئه الطبيه بالاحساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير جميعا، وشكرا على التواصل معكم. فيما يخص مكتب الهيئه الطبيه بصحه الاحساء، في عندنا بعض الملاحظات مع التواصل مع مستشفى فيصل التخصصي، وبعض المقترحات اللي وضعوها الزملاء في الهيئه. اولا، نواجه قلة نسبة القبول من مستشفى مكيس تخصصات معينة من الأحساء في تقريبا 3 تخصصات: جراحة التجميل وجراحة عظام أطفال ومرضى التوحد. في يعني نسبة القبول قليلة جدا للمرضى، مما يوقعنا في حرج مع المرضى. النقطة الثانية، التقارير الطبية التي تمنح للمرضى من المستشفى غير واضحة، لا يوجد فيها اي توصيل هل المريض يستكمل علاجه بتخصصي او يستكمل علاجه بمستشفيات الاحساء او يتطلب العلاج بالخارج. النقطه الثالثه، حالات جراحه القلب التي تتم في مستشفى فيصل التخصصي تكون المواعيد بعدها بعيده، يعني نقترح انها تحال الى مركز القلب الاحساء، مركز الامير سلطان لجراحه القلب، منها تخفيف عناء المرضى ومتابعتهم في نفس المنطقه. لا توجد توصيه بذلك. اقتراحات، نقترح ان يكون في كتاب يبين خدمات المستشفى تخصصي، يعني سكوب اوف سيرفيس للمستشفى، تكون معلومه لدينا لايضاحها للمراجعين. ايضا يكون في سبب واضح في حالات رفض بعض الحالات. ايضا مقترحنا ان يكون في ربط الكتروني مع مستشفى فيصل التخصصي، وذلك لمعرفه تقارير المرضى والزيارات السابقه. يوجد ربط مع مستشفى فيصل بالافول، ولكن نبي ربط مع مكتب الهيئه الطبيه العامه، لا يوجد ربط بينهم. ايضا من مقترحاتنا منح الهيئه صلاحيه تحويل المرضى من مكاتبها مباشره. ايضا نقترح تاسيس برنامج الي لتجديد القرار السنوي، بدل ما يكون في تاخير في تجديد القرار. واخر مقترح لدينا، دليل التواصل مع جميع مقدمي الخدمه مستشفى فيصل التخصصي. جزاك الله خير.